بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. عنوان النص اليوم إن شاء الله هو الحليب المبصر باستوريزي. إذن النص وظيفي الوحدة السابعة الأسبوع زوج. نقرأ النص قراءة جيدة مرة وجوج وثلاثة، نفهموه مزيان ثم نمشيو للأسئلة. شوفوا نوعية النص، نص مقالة علمية، ثم ننمي معجمي ونجيو للأسئلة. أبحثوا في معجمي اللغوي عن معنى البكتيريا. قمنا بواحد البحث في المعجم اللغوي، لقينا بأن البكتيريا أو الجرثومات أو الجرثوم كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية. يعني هو المعنى ديالها أن الجرثومة أو الجرثوم وهي كائنات حية دقيقة وحيدة الخلية. أبحث في المنجد عن معنى اخترع. اخترع بمعنى استحدث وابتكر. ممكن نقولوا خلق، غير أن تحفظ على معنى خلق، لأن الخلق يكون بيد الله سبحانه وتعالى، الخلق يكون من لا شيء. نكتفي بهادو، قولوا أنه استحدث وابتكر. الفائقة أو الفائقة هي المجاوزة للحد. عندنا في النص الفائقة السرعة، هي المجاوزة للحد، وهي الجيدة وهي الممتازة، نفس المعاني أو معاني قريبة، لأن ما عندناش مرادفات مطابقة 100%. أجيب، متى عرفت أوروبا الثورة الصناعية؟ نمشيو للنص. يظن بعض أن الثورة الصناعية التي عرفت أوروبا في العصور الحديثة، في العصور الحديثة. إذن الثورة، عرفت أوروبا الثورة الصناعية في العصور الحديثة. سؤال آخر، ما الميادين التي شملتها الثورة الصناعية؟ إذن شملت الثورة الصناعية ميدان الزراعة ومنتجاتها والصناعات الثقيلة حسب ما ورد في النص. طبيعة الحال، ما مزايا الحلب الآلي؟ ما مزايا الحلب الآلي؟ لدينا ميزتان. الميزة الأولى النظافة تامة، ثم السرعة الفائقة. هنا الميزتان هما النظافة التامة والسرعة الفائقة. إذن كيف تتم البسترة؟ تتم البسترة بتسخين الحليب وتبريده فورا.